طبعا أم كلثوم شخصية ملء السمع والبصر يعني، وكل الناس تتمنى إنها حتى تتكلم عنها. فكان بالنسبة لي حاجة سعيدة جدا إن أنا هعمل أم كلثوم. أنا بعشق أم كلثوم، وطول عمري بسمعها من وأنا طفلة صغيرة. كان ليا أب يعشق أم كلثوم، ويقعدنا كده يوم حفلتها إجباري ننام الظهر، وإجباري نقعد كلنا بالليل نسمع أم كلثوم وإحنا أطفال. فطبعا أنا متشبعة بيها، فلما عرفت إن أنا هعمل أمها كنت سعيدة جدا جدا. المسلسل لما مدام انعام عرضته عليا فرحت قوي الحقيقة، ودور زينب البرسلي كان جديد ومختلف عليا، لأنها شخصية أرستقراطية غيورة ومناخيرها في السماء وكده، كانت شخصية جديدة عن ما مثلته قبل كده. مدام انعام بتحب الناس رفيعة، وأنا أوريدي محافظة على وزني طول عمري، لكن عملت دايت، خسيت أكتر وأكتر وأكتر، وطلبت مني، ده كان أول مسلسل أسبغ فيه شعري، قالت لي أنا عايزة شعرك لونه فاتح. هي كانت عايزاه أشقر قوي، قلت لها أنا هستغربني في الأشقر ده، وأنا مش خواجاية عشان شعري يبقى أشقر، هي في الآخر مصرية. فعملت اللون الكستنائي المتوسط اللي هو يبقى مش أسود ولا أشقر، لون شبه اللي أنا عاملاه ده دلوقتي. أم كلثوم بقى كان ليها معايا موقف. أنا لما السيدة العظيمة أنعام محمد علي كلموني أروح أقابل مدام أنعام عشان أشتغل في مسلسل أم كلثوم، على طول جه في ذهني إن أنا رايح أعمل الأصابجي على طول، لأن أنا إيه كنت شايف إن أنا أقرب حد في الممثلين للأصابجي، برفعي بنضارتي بطريقتي بشكلي أنا شبه الأصابجي. فلما رحت لقيتها بترد عليها دور تاني خالص، واحد من الصييطة اللي ورا أم كلثوم في بداية حياتها. لا أخفيك سرا، أنا يعني حصل لي شكل من أشكال الإحباط الشديد جدا 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 جدا. أم كلثوم خيوط عديدة، حكايات عديدة. كان محفوظ عبد الرحمن شوية فيما يتعلق بأي أخطاء لأم كلثوم، أي نقاط خلافية، الجزء العاطفي كان متحفظا تماما فيه، وفي أحداث كتيرة موثقة لم يقترب منها محفوظ، خوفا من الغضب أو ألا يستقبلها الناس ببساطة. ده من المسلسلات اللي عملت علامة في صناعة السينما، وعملت ممثلة بقت نجمة كبيرة. يعني صابرين أدت ببراعة غير عادية. ليه أدت بالبراعة دي؟ لأن معاها مخرجة متمكنة، مخرجة فاهمة بتعمل إيه، مخرجة بتفهم في الدراما زي ما بتفهم في الإخراج. زيدي بقى على ده أن الكاتب الأستاذ الكبير والمثقف العظيم ومثقف في كل حاجة، ثقافة وتاريخ وعلم نفس وكل الحاجات، يعني الأستاذ محفوظ عبد الرحمن، هذا الكاتب رحمة الله عليه لن يتكرر.